وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه قد وجه كلمة سامية إلى القمة العربية للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في مدينة الرياض فيما يلي نصها. إنه لمن دواعي سرورنا أن نشارككم اليوم في هذه القمة الهامة تلبية لدعوة كريمة من أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكه العربيه السعوديه الشقيقه حفظه الله معربين عن جزيل شكرنا على حفاوه الاستقبال وحسن الوفاده وكرم الضيافه التي نحظى بها دائما كلما حللنا على هذه الارض الطيبه ونغتنم هذه المناسبه ايضا للتعبير عن تقديرنا البالغ لفخامه الرئيس اولانتا هومالا رئيس جمهوريه بيروس صديقه على الجهود الحثيثة التي بذلها خلال ترأسه للفترة السابقة والتي كان لها الأثر الكبير في تقدم مسيرة التعاون المشترك بيننا. لقد شكلت القمة الأولى بيننا والتي استضافتها جمهورية البرازيل الاتحادية عام 2005 الانطلاقة الأولى للعلاقات متعددة الأطراف بين المجموعتين وحددت الخطوط العريضة والأطر الرئيسية لاستثمار ما يربط دولنا وشعوبنا. من علاقات تاريخيه عريقه وقواسم مشتركه عديده وتقارب كبير في وجهات النظر والمواقف ازاء العديد من القضايا المطروحه على المحافل والمنظمات الاقليميه والدوليه التي ننتمي اليها. واليوم وبعد مرور عقد على انشاء هذا التجمع الهام، فاننا على ثقه تامه بان هذه القمه ستحقق الاهداف المرجوه منها. في تمتين وتكثيف العمل بيننا في مختلف المجالات، وخاصة أننا قطعنا أشواطا لافتة في مسيرة التعاون المشترك خلال القمتين التاليتين في الدوحة وليمة، تعد بمثابة أساس راسخ للإرتقاء نحو المزيد من التعاون المثمر. إن ما تموج به منطقتنا العربية من صراعات متعددة، وما تشهده من أزمات متفاقمة، اساسها التدخل الخارجي في الشؤون الداخليه للدول العربيه، وتمتد بتاثيراتها الخطيره وافرازاتها السلبيه الى مختلف دول العالم، وتؤثر بشكل مباشر على الامن والسلم الدوليين، يتطلب جهودا اكبر وتعاونا اقوى لمواجهتها وحلها. فما يجري في الاراضي الفلسطينيه المحتله من اعتداءات وانتهاكات متواصله من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي هو امر يفرض تحركا اكثر فاعليه لمنع تردي الاوضاع الى مستويات اكثر خطوره ولتوفير الحمايه الكافيه للشعب الفلسطيني والحفاظ على الاماكن الدينيه في مدينه القدس وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربيه المحتله ووقف الاستيطان. وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية مقدرين عاليا مواقف دول أمريكا الجنوبية الداعمة للقضية الفلسطينية. أما الأوضاع في اليمن فهي تسير بخطى ثابتة نحو ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق. ولن تتخلى دول التحالف العربي للدفاع عن الشرعيه في اليمن بقياده المملكه العربيه السعوديه عن دورها الذي تقوم به حتى يتم استعاده الامن والاستقرار في اليمن وانهاء كافه صور التدخل الخارجي وايجاد حل سياسي طويل الامد بين جميع الاطراف يضمن تحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في التنميه والتقدم مؤكدين باننا ملتزمون بالقيام بواجبنا في تقديم مختلف انواع المساعدات الانسانيه وندعو المجتمع الدولي لتكثيف جهوده المبذوله في هذا المجال كما اننا نؤكد احقيه الامارات العربيه المتحده الشقيقه في استعاده سيادتها على جزرها الثلاث المحتله من قبل ايران وندعم كافه الجهود التي تحفظ للاشقاء في سوريا وليبيا الحريه في اختيار مستقبلهم من خلال المشاركه والاتفاق على بناء نظامهم السياسي المستقل للمحافظه على وحده واستقلال دولهم وحمايه اراضيها من الارهاب والتطرف والعمل من اجل التنميه والتقدم والرخاء اننا نتطلع الى زياده وتيره التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري بين الجانبين العربي والامريكي الجنوبي وخاصه ان هذا الهدف لن يساهم فقط في تدفق المبادلات التجاريه والاستثمارات بينهما ولكنه سيؤدي كذلك الى انبثاق تجمع اقتصادي قوي يتمتع بقدرات هائله ومقومات كبيره على المنافسه الدوليه وإن الفرصة سانحة لقيام هذا التكتل الاقتصادي في ظل ما شهدته العلاقات الاقتصادية بين دولنا من طفرة كبيرة وارتفاع معدل التبادل التجاري بين كثير من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية إلى مستويات مبشرة، إضافة إلى إمكانيات ومجالات وفرص التعاون والتكامل الكبيرة المتاحة في العديد من القطاعات بين دول المجموعتين، ومن بينها قطاعات الصناعه والزراعه والطاقه والسياحه والخدمات الماليه والتدريب والتعليم وغيرها وايمانا منا بان العلاقات الانسانيه بين الشعوب تعد ركنا اساسيا في ترسيخ العلاقات وتعزيز المصالح المشتركه وانطلاقا من ان العلاقات بيننا بدات وارتكزت على الترابط والتواصل بين شعوبنا فاننا نرى اهميه ان تتطور اجتماعاتنا الرسميه لتكون ضمن منتدى موسع يتناسب مع حجم المشاركات التاريخية والحضارية بيننا ليشمل كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ويشارك فيه الجميع من سياسيين ورجال أعمال ومثقفين ومفكرين كي يستند عملنا الرسمي المتقدم والمتطور على إطار شعبي متسع يحقق دفعة نوعية وخطوة فارقة في مسيرة التعاون المشترك ويضمن استدامة العلاقات فيما بيننا. وفي الختام نؤكد أن تعظيم مكتسبات شعوبنا وتحقيق المزيد من التنمية والرخاء سيكون أمرا قائما بقوة بارتقاء التعاون بيننا لمجالات وآفاق أوسع، معربين مجددا عن ثقتنا التامة في نجاح هذه القمة في الوصول إلى الأهداف المرجوة منها بما يحقق مصالحنا المشتركه ويلبي تطلعاتنا وامالنا في مستقبل اكثر اشراقا وازدهارا